هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا ينبغي لأحد ولا يصح من أحد أن يتكلم بأي أمر يسيء أو يهين أزواج النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا أقل للقاعدة التي نحن تعلمناها، ألف عين لجل عين تكرم. لما كنا هؤلاء أزواج النبي، إذن لا يمكن أن نشير إليهن أو نوجه إليه شيء من الإهانة أو الإساءة أو فضلا، التفتوا جيدا، فضلا أن نطعن في عرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. أيتها المظللة يا عائشة الملعونة، وياك عندي أسئلة يا عائشة الملعونة، وياك عندي أسئلة يا عائشة الملعونة. أيتها المظللة يا عائشة الملعونة، وياك عندي أسئلة يا عائشة الملعونة، وياك عندي أسئلة يا عائشة الملعونة. إلك أيتها المظللة يا عائشة الملعونة، وياك عندي أسئلة يا عائشة الملعونة، وياك عندي أسئلة.